السجق بدبس الرمان من ابسط ما يكون. عايزه اقول لكم ان انتوا لو عملتوه بس سجق وشويه توم ودبس رمان بيطلع روعه ومنتهى الجمال، بس احنا يعني عاملين له شويه اضافات عشان ندي الطبق غنى اكتر. يلا بينا. السجق بدبس الرمان هيكون مقاديره كالتالي: نص كيلو من السجق البلدي مقطعينه قطع، 3 حبات من البطاطس المقليه، ممكن مسلوقه بس هو بالمقليه بتبقى احلى بصراحه، بصله حمراء مفرومه، 1 فلفل رومي مفروم، 2 فلفل الوان مفروم، 8 فصوص من الثوم المفروم، ونص كوباية من البقدونس المفروم، 4 معالق كبيرة من دبس الرمان. وعلى فكرة دبس الرمان مقداره ذوقي بحت، يعني ممكن يزيد أو يقل زي ما انتوا عايزين، مفيش أي مشكلة. وعندنا 2 كوباية من المرقة برضو ممكن يزيدوا أو يقلوا على حسب التقل اللي انتوا عايزين عليه الصوص. وعندنا كمان زيت نباتي، رشة جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، وبدل الزيت النباتي ممكن جدا سمنة او زبدة، الاتنين هيكونوا مناسبين ومفيش مشكلة خالص. وطبعا حتة صغيرة لان السجق زي ما اتفقنا دهني وبينزل شوية دهون، مع انه والله يعني لو حد بيجيب النقانق اللبنانية ما بتبقاش دهنية قوي، فعلى حسب برضو نوع السجق بتاعنا احنا ادرى بيه. لو احنا عارفين ان السجق بتاعنا بينزل دهون كتير خلاص يبقى نصبر عليه، ما نزودش احنا دهون من عندنا. لو احنا عارفين والله ان هو من النوع القليل الدسم ومش هينزل دهون كتير يبقى لا نحط دهون وما عندناش اي مشكلة. عندنا كمان طاجن، تعالوا بالمرة نقول مقاديره. اسفة مش طاجن، السجق بالحامض والليمون. عندنا السجق اللي بالحامض والليمون عايزين نبدأ نسوي له البطاطس بتاعته، فتعالوا نقول مقاديره عشان برضو نشتغل فيه. نص كيلو من السجق البلدي و4 حبات من البطاطس مقطعينها ويدجز، ممكن ويدجز وممكن مكعبات براحتكم، انا اخترت انها تكون ويدجز النهارده بس زي ما انتم عايزين يعني. بصله حمراء جوليان، 2 فلفل الوان جوليان، 1 فلفل رومي جوليان، و5 فصوص من الثوم المفروم، شرايح، ونص كوبايه من عصير الليمون. عندنا كمان زيت نباتي، معلقه كبيره من الكزبره الجافه، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الليمون، ملح وفلفل اسود، وللتقديم عندنا رز بسمتي ابيض. انا عايزه ابدا بالبطاطس، هصفي ميتها يا ستي. البطاطس زي ما قلت ممكن تكون مكعبات وممكن تكون ويدجز براحتكم، انا يعني عايزه اقسمها بس نصين مش اكتر من كده، هصغرها شويه. والووك بتاعتي بتسخن، هحط شويه زيت وزي ما اتفقنا ممكن زبده وممكن سمنه مفيش اي مشكله، كلهم هينفعوا هيبقوا زي الفل. وهنيجي كده هصغر كل وجه، هخليها نصين بس. لان البطاطسات كانت كبيرة شوية، هي كنت لما عملت الوصفة كنت عاملاها البطاطس صغيرة فكانت الوجز تمام، بس كده لا كبيرة قوي، نصغر حبة. هندي البطاطس تحميرة في الزيت وانا هكتفي بالكمية اللي احنا حطيناها دي، هاخد واحدة بس كمان. حلوة قوي. يلا بينا هديها رشة من الفلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من جوزة الطيب. حطينا البطاطس وبتتشوح في شوية فلفل وملح وجوزة الطيب، واحنا قاصدين ومتعمدين ان هي تاخد تشويحة، ومع التشويحة دي عايزاها برضو احط لها الثوم. ادي الثوم
وهعمل ايه دلوقتي؟ هحط شويه ميه تسوي لي البطاطس، انا عايزاها تتشوح وتستوي، فهعمل كده. ولسه بقى هيجي دور السجق، لما يجي دوره هقول لكم، بس نسيب البطاطس تستوي. المكعبات دي هيكون كفايه جدا الميه دي انها تسوي. البطاطس شربت الميه تماما وبالتالي استوت. قمت حاطه لها السجق وحاطه لها البصل وسايباهم يتشوحوا مع بعض. مدام السائل راح فخلاص اللي بيرجع بس هي الماده الدهنيه، وبيستووا كلهم مع بعض دلوقتي علشان نعمل احلى سجق بالحامض. عايزين نبدا في سجق لبس الرمان. هنحط في الووك بتاعتنا شويه زيت برضو، واول حاجه هبدا بيها هي السجق. هنزل السجق يتشوح، نسيبه ما نقلبش كتير عشان يتكرمل وما ينزلش ميته. وهننزل لكم على الشاشه دلوقتي مقادير السجق بدبس الرمان عشان اللي ما كانش متابع معانا وما شافهاش ما يبقاش فاته اي حاجه. طيب السجق هنا اللي بالحامض هنحط له الفلفل، حامض يعني ليمون، هو بيبقى اسمه كده في المطاعم، انا بقوله باسمه بس عشان تعرفوه. فلفل الوان، فلفل رومي واخضر واحمر. وهنيجي دلوقتي شوية كمون، شوية كزبرة، ودول أساسيين بقى، يعني من الأساسيات في طعمه إن احنا نحط كمون وكزبرة. حتى لو مش عايزين تحطوا أي حاجة تانية حطوا كمون وكزبرة. أنا حطيت كمان بجانبهم شوية بابريكا في الآخر خالص، وبعد ما أشيل من على النار هحط عصير الليمون. ليه بعد ما اشيل من على النار او قبل ما اشيل من على النار بحاجه بسيطه؟ عشان يفضل محافظ على طعمه الطبيعي ويبقى لذيذ كده وفريش ويعجبني. فاضل هنا رشه فلفل ورشه ملح شكرا جزيلا. وده طبعا كده استوى وشبع سوى، يعني ده كمان السجق ايه متقطع، فصدقوني لو البطاطس استوت خلاص واتحمرت يبقى اكيد السجق زمانه استوى. هنيجي دلوقتي قبل ما نشيل من على النار على طول نحط عصير الليمون، مجرد تقليبه سريعه، وده كده جاهز على التقديم، هنشيله حالا. هاجي هنا بقى بالسجق ده جنبي كده ونشوف ايه الاخبار. بيتشوح، نزل طبعا العصارة بتاعته، ده بالظبط اللي احنا عايزينه. تقدروا تستخدموا النقانق اللبناني، هي اصلا بتبقى صغيرة لوحدها مش محتاجين تحطوا لها اي حاجة. وهنيجي دلوقتي انا عاملة سجق بدبس الرمان بالخضار، يعني هو دايما في المطاعم بيبقى من غير خضار، لكن انا النهارده حاطه له خضار، بحاول احوله لكم من مجرد انه نوع من انواع المقبلات لا، وجبه كامله فيها خضار وكل حاجه، ويتقدم معاها رز. علشان ايه؟ انا عارفه ان كله بيبقى عايز وجبات سريعه، فدي كلها افكار لوجبات سريعه النهارده. مفيش ولا وصفه اخذت مننا وقت باستثناء يعني هو وقت سوى الفريك اللي يعني خد مننا شويه، ولكن الباقي كله لطيف جدا وعملي جدا للتنفيذ لاي حد مزنوق في الوقت. هنزل لكم على الشاشه الجمبري المقلي علشان الطلب مننا. والسجق كده ناقصه الثوم، البصل بيدبل، وادي كمان الثوم. الثوم ما بنحطوش من الاول عشان ما يتحرقش يعني، ومش عنديش رد، ده الاهم، الاهم ان ما عنديش رد. يلا بينا. الفلفل الالوان، شايفين احنا حاطين كميات من الخضار زي ما قلت لكم عشان يبقى وجبه مش مجرد مقبلات. تقدروا تشيلوا كل الخضار من الوصفه وتعملوه مجرد سجق عادي خالص ساده بالثوم ودبس الرمان، ده اوبشن وده اوبشن، وكل واحد يعمل اللي يناسب ذوقه، لكن انا بحاول ادي وجبه فكره توفر وجبه كامله. هنعمل ايه دلوقتي؟ البطاطس، ونيجي بدبس الرمان. نقلب
عايزين ازيد عايزين اقل، دي بقى حاجه ترجع لذوق حضراتكم الشخصي، مفيش مشكله خالص. انا بحب اديله شويه مرقه عشان يبقى فيه عصاره كده وصاص، فانا هسيبه مش كتير، هسيبه بقى ايه يستوي معاها. طبعا ده مش الغامق قوي لان انا مش حاطه دبس الرمان اللي هو لوحده كده ويبقى تقيل، لا احنا عاملين زي صوص خفيف. رشه من الفلفل الاسود، رشه من جوزة الطيب بسيطه خالص، ورشه من الملح نفس الكلام بسيطه خالص. غلوتين ثلاثه وهنشيل من على النار وتبقى احلى اكله. ده السجق اللي بالحامض او بالليمون جاهز للتقديم. نمسح بس طرف الطبق. طبعا كل ما هنغلي السجق اللي بدبس الرمان على النار ونكثف المرقه كل ما الصوص هيبقى طعمه اشد، فانتوا بقى وذوقكم بتحبوا ايه. انا هكتفي بهذا القدر نظرا لوقت الحلقه اللي خلص، المهم ان الاكل استوى. يلا بينا نظبط كده. خلصت خلاص شكله البطاطس بقى اللي في الطبق ده كوم والدنيا كلها كوم تاني، عشان بتبقى شاربه كل الصوصات اللي نزلت بقى من دبس الرمان ومن السجق، فالموضوع يعني بيبقى نكهة فظيعة. يلا شوية خضرة برضو على الوش.